الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. ولا فاكرين اللي ماتوا هم بيحلموا بالتغيير ولا طايقين اللي عاشوا وكملوا مشوار التحرير. شافوا الدقون بتكتر قالوا هبة الوضع خطير. ما هو أصل اللي بيحكمنا مخه خطير ورهيب ومكير. استفتينا فأفتينا طلعنا نعم وضروري أكيد. شبطوا الإخوة في المجلس وأصواتهم بدأت تزيط على نغمة قال الله وشوية يقول حق الشهيد. دخلوا المجلس كسفونا قدام كوكب أرض عريض. أول جلسات المجلس جلسوا حضرات النواب والشعب فخور متحمس دي الثورة نجحت يا شباب. فجأة النايب بيقدم وسط الجلسة بدون أسباب. ودي حزب النص بيدعم عمليات تبديل أعضاء. ده الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. فجأة محمد محمود بيولع قلنا ده مش ماسبيرو. دلوقتي في مجلس ثورة ادعوا يا رب يكتر خيره. راح ينصر شعب اتعرى ومات ويجيب حق الأحرار. أمانع كل مواقع الجنس عشان يحمينا من النار. أجدع وأشجع شباب في بلدنا الألتراس الرجالة. همة وكرامة وعزة وذوق ومفيش حاجة استحالة. اتضربوا رصاصة غدر في ماتش اتقتلت بيها أحلامنا. وما فيش راجل فيكي يا بلد قال لأ بلاش أولادنا. الناس ما بترحمش ولا تترحم عاللي حصل. أولادنا كانوا في ماتش والموت ليهم وصل. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. دستور يا سيادنا يا سيادنا عايزين دستور يحمينا. دستور يجمعنا ولا يفرق. ما هي مصر دي مصر بينا. حتقولي الدين راح أقولك مين يا ابن احنا المصريين. طول عمر الدين في قلوبنا مسلمين أو مسيحيين. انزل واختار رئيسك يلا يا مصري انزل قول. يلا دي الثورة قامت مش عايزين ولا حد فلول. لو كان حمدين وأبو الفتوح اتجمعوا في فريق ما كانتش جت إعادة بين الشيخ مرسي وشفيق. دي الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. الناس ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. لما بقول ان انا مبطل بل اشتيم شمال ويمين. ما هو واحد حكم بوليسي والتاني هيحكم بالدين. مش عايز اختار بين سلخ ونار ولا احسن الوحشين. ما هو صوتي هو ضميري وضميري سقط الاتنين. ده الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. ولا فاكرين اللي ماتوا هم بيحلموا بالتغيير ولا طايقين اللي عاشوا وكملوا مشوار التحرير. شافوا الدقون بتكتر قالوا هبة الوضع خطير. ما وصل اللي بيحكمنا ما وصل اللي بيحكمنا ما وصل اللي بيحكمنا مخه خطير ورهيب ومكير.